تشهد الصيدليات في عدد من المدن السورية نقصا كبيرا في الدواء من جراء صعوبة نقل الأدوية من المعامل في محافظتي حلب وحمص نتيجة العمليات العسكرية. وقد دفع هذا الوضع بالمرضى إلى التنقل من صيدلية إلى أخرى بحثا عن الدواء. وقت منتصل بالمستودعات ثلاث أرباع الأدوية بيقولوا لنا ما في، فالقسم الصغير اللي هو صفيان اللي موجود، فهذا عم يسبب لنا مشكلة كبيرة. بتجي الوصفة بيكون فيها 4-5 أدوية ما بنلتقى منها غير دواء واحد، بيضطر المواطن من صيدلية لصيدلية لحتى يأمن دواء، وبصعوبة جدا. ذهبت لشراء أدوية خاصة بالأنفلونزا ولم أجد هذا الدواء إلا في بعض الصيدليات التي قامت بتخزين هذا الدواء منذ عدة أشهر. المسؤولون السوريون يرون أن الإنتاج الدوائي انخفض بنسبة 20% فقط، وأن 8 من معامل الأدوية 73 توقفت عن الإنتاج. إذا كان عندنا أي صعوبة يعني بتوفير الدواء، هو في صعوبة النقل وليس إلا، وقد يكون هو صعوبة خروج المستحضرات الصيدلانية من المعامل لشحنها إلى المحافظات. ويشكو أصحاب معامل الأدوية من تأثير الأوضاع في البلاد على إنتاج الأدوية، خاصة مع استمرار العمليات العسكرية في بعض المحافظات السورية، وضع أدى إلى صعوبة الوصول إلى المصانع وأحيانا كثيرة توقفها عن الإنتاج بشكل كامل. في معملين اللي بينتجوا أصناف مشابهة لأصنافنا، معمل بحلب أغلق نتيجة تضلله خلال الأحداث من حوالي 6 شهور وخرج برات السوق تماما. المعمل الثاني لا، نتيجة الوضع الأمني بضيف دمشق بدارية بالذات صف الوصول للمعمل في مشكلة. حققت سوريا خلال السنوات الماضية اكتفاء ذاتيا من الإنتاج الدوائي تجاوز 90% من حاجة السوق المحلية، كما احتلت المركز الثاني عربيا في تصدير الأدوية إلى أكثر من 50 دولة، لكن استمرار الأزمة التي تعصف بالبلاد بات يشكل مشكلة حقيقية. إلى جانب المعاناة اليومية للمواطن السوري، تبرز مشكلة فقدان الأدوية من الأسواق السورية، مشكلة تقف أحياناً بين الحياة والموت. خليل هملو، سكاي نيوز عربية، دمشق.